السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. ونبدأ اليوم بقطعة What is your hobby؟ يعني ما هي هوايتك؟ طيب نبدأ هنا نقرأ ونوضح لكم شنو المقصود بهذا الكلام. تابع علي زين وعوف الرسائل وعوف التعليقات وحضر دفترك وقلمك، سواء إذا عندك كتاب، وإذا ما عندك كتاب فحضر دفتر وقلم. إذا عندك كتاب حضر كتابك وقلمك يمك وقعد اكتب ملاحظات وأشر على الأشياء المهمة. طيب انتوا حضروا أقلامكم وأنا خلي أحضر المي، لأن المي جدا مهم لصحة الإنسان. انا باليوم الواحد يعني ما اريد ابالغ ولا اقول لكم رقم، بس اب اشرب مي نسبة مو طبيعية، يعني لان المي جدا جدا صحي، والحمد لله صارت عندي عادة انه دائما اشرب مي، فهذا الشيء جدا صحي. حاول تشربون مي، وخصوصا انتم طلاب الصحة مفيدة لكم. Do you have a hobby؟ يعني هل انت لديك هواية؟ What is a hobby؟ شن هي الهواية؟ Generally بشكل عام This is something you do in your spare time. هذا الشيء الذي تعمله في وقت فراغك. جر لي خط جوا هذا الكلام. ممكن يقول لك What is hobby؟ لازم تجاوبه، تقول له Something you do in your spare time. سامعين كلمة spare مال السيارة؟ سامعين بيها؟ سبير، قول له سبير مال السيارة. سبير يعني شنو؟ يعني زايد، مو والله يعني احتياطي. اي هو كلمة سبير تايم يعني وقت احتياطي، يعني انت من يصير عندك وقت فراغ شو تسوي؟ اكو ناس مثلا تحب تلعب طوبة، اكو ناس مثلا تحب تكتب، اكو ناس تحب تقرأ، اكو ناس تحب تسافر مثلا. كل انسان يحب شيء زين. Something you do in your spare time for enjoyment، للمتعة. And relaxation، relax يعني يرتاح. Relaxation يعني استرخاء. Rather than something you do to earn money. شيئا ما، او يعني مو الشيء اللي انت تعمله حتى تحصل فلوس من عنده. Though sometimes hobby can turn into a job. بعض الاحيان الهواية ممكن تصير على وظيفة، يعني مثلا شخص هوايته يعني مثلا على سبيل المثال هوايته الكتابة، بعدين يصير كاتب يعني لمجلة، هو يحب يكتب مثلا، يحب يكتب مقالات، يحب يكتب قصص، يحب يكتب كذا، وبعدين يصير هذا راح يحب عمله، لأن هو يحب عمله ويحصل معنده فلوس فيصير شيء حلو. Hobbies can include الروايات، ممكن collecting things جمع الأشياء، doing something creative أعمال فن، playing sports لعب الرياضة، playing games ألعاب، of course watching television ممكن بعض الأحيان مشاهدة التلفاز. هذا كلن يعني ممكن يجيك سؤال يقول لك مثلا collecting things جمع الأشياء it is not happy، ها صح لو غلط؟ جمع الأشياء ليست هواية، صح لو غلط؟ هاي الجواب. طيب by continually participating in a particular hobby one can acquire substantial skill and knowledge in that area.
يعني المرء او الانسان طبعا الون هنا معناها المرء يعني الواحد يعني الشخص. يمكن ان بالاستمرار والمشاركة والممارسة ممكن يكسب او يحصل على المهارة الحبها بهواية المعينة اذا ظل يستمر بها. هاي هي المقطع الاول. وهذا جر لي خط جواه ممكن نقول لك وان كانت اكواير هاي كلش مهمه سبستانشال سبستانشال سب ويا اقراها سبستانشال سبستانشال يعني الانسان ممكن يقدر يحصل على شيء مفيد او يقدر يتعلم مهاره جيده اذا استمر بها. If you live near the river, إذا أنت تعيش بقرب النهر, you may enjoy something, swimming or fishing. ممكن إذا أنت بقرب الشط ممكن تقدر تتعلم السباحة أو الصيد. On sweltering a hot day, there is nothing more refreshing than jumping into cool water. إذا كان يعني الجو كلش حار, ماكو أحلى من واحد يسبح ويتدفى. يعني يتونس. هاي هواي. Then it's fun to race your friend to other side وتلعب ويا صديقك أو كذا أو آخر. With enough practice you may even get fast enough to train, enter a competitions and compete in Asian games or Olympic like مهند أحمد العزاوي did. ممكن أنت تشارك بالأولمبياد مثل ما هذا المتسابق اللي شارك بالأولمبياد في سنة 2012. طبعا هاي أمثلة دا يوضح لك على أن الهواية ممكن تكون عمل مثل هذا الشخص العداء أو عفوا المتسابق اللي قدر يشارك بهذا العمل. If swimming sounds like to you much, إذا السباحة تحبها أكثر, الصيد may your kind of a hobby, ممكن السباحة أو الصيد تكون هوايتك أيضا. Fishing is something fathers often enjoyed teaching their sons. أيضا الصيد بعض الأحيان يكون الآباء يعلمون أبنائهم الحكم من عنده. Many people find there is nothing more relaxing than sitting next to a beautiful lake or river, watching nature and feeling part of it. وبعض الناس يجد أنه nothing لا شيء more relaxing أكثر متعة than sitting من الجلوس إلى شاطئ جميل أو بحيرة جميلة ومشاهدة الطبيعة ويعني الشعور بالطبيعة. If you are really lucky, إذا أنت كلش محظوظ, you may even catch something to take some home for dinner. ممكن تأخذ أيضا بعض الأسماك يعني كوجبة يعني تستفاد من الصيد. هاي كلها موضوع الهواية. Be creative and making things can also extremely enjoyable. إنك تكون إنسان مبدع حقا شيء جميل. For example, jewelry making, صانع المجوهرات, صائغ المجوهرات, is a hobby which back many hundreds of years, واللي هي طبعاً منذ مئات السنين. You can make a beautiful necklace, ممكن تسوي مجوهرات كلش جميلة وتكسب وتصنع الكثير من الأشياء بالمواد وتبدع بها من الفضة وإلى آخره وتعمل make a wonderful gift for your family and a friend وأيضا ممكن تعمل الهدايا الجميلة لأصدقائك. طبعا طلابنا الأعزاء هي القطعة تتحدث عن الهواية, شكو شيء يخص الهواية,
والى اخره. طبعا هاي وضحت لكم الفكره مالتها، وعندنا بعض الاسئله ايضا اللي راح نعطيكم اياها ونقراها مهمه. تبع لي هسه راح نجي على الاسئله. السؤال الاول، what is a hobby؟ يعني ما هي الهوايه؟ it is something you do in your spare time for enjoyment and relaxation rather than earn money. هذا هو تعريف الهوبي. كلش كلش مهم، ممكن يجي فراغ ايضا، ركز علي. راح اعيدها مرة ثانية، ما هي الهواية؟ هي الشيء الذي تعمله في وقت فراغك، ولا يمكن يعني بالغالب انه انت ما تجوع من عنده فلوس. يعني اذا مثلا واحد يحب العاب الفيديو، يعني ما معقول العاب الفيديو تجيب لك فلوس. ما اذا هي ما تجيب لك فلوس، بس ممكن تجيب لك فلوس اذا انت كنت ستريمر يعني يوتيوبر. اذا هي بالغالب ما تجيب فلوس. هذا هي السؤال الاول. السؤال الاول، what can hobbies include؟ يعني الهوايات شنو هي؟ طبعا هنا يعني حتى لو تقدر تحفظ لك مثال مثالين عادي. can include ممكن تجمع يعني تتضمن، collecting things جمع الاشياء، doing something creative هذا نحفظ لك، watching TV، playing football عادي. هي هالشيء اي اقول playing video games العاب فيديو كلها صح. هذا سؤال سهل يعني مو صعب. سؤال اول حيل مهم. هذا سؤال مهم ممكن يجيك صح وخطأ. one can acquire، الإنسان ممكن يحصل على skill مهارة and knowledge in that area، يعني يمكن الإنسان أن يحصل على أي مهارة إذا استمر بيها. صح وخطأ تيجي ركز لي عليها كلش مهمة. طبعا ادري بكم راح تقولون صعبه علينا استاذ، ولذلك راح اقسم لكم اياها بالامتحانات جزئين. ادري بكم، اعرفكم راح تقولون الاستاذ صعبه. راح اقسم لكم اياها قسمين. طلابنا الاعزاء، هاي انا راح انزل لكم اياها، عيني انا راح انزل لكم اياها هسه. اي بوبجي اي شيء بكيفكم، بعد كل من هوايته. السؤال الاخر، how can a person acquire by participating in a particular hobby؟ happy يعني الانسان شلون يقدر يتعلم المهاره؟ قلنا من خلال الممارسه. سؤال أربعة، how can an enter، كيف يمكن للانسان ان يدخل منافسات، لأي شخص أن يدخل من الأولمبياد؟ طبعاً with enough practice one may get fast enough to train، يعني إذا واحد تدرب هواية، أي هواية أو أي شيء يحبه ممكن ينجح بهذا الشيء. سؤال آخر هم مهم جداً، how do many people find fishing، الناس شلون لقوا الفيشينج مور ريلاكسينج، يعني الصيد هو ممتع. يعني ممكن يجيك سؤال يقول لك ذا فيشينج از نوت ريلاكسينج، ذا فيشينج از نوت ريلاكسينج، يعني الصيد لا ممتع، غير ممتع. شو تقولون صح لو غلط؟ جاوبوني بالتعليقات. از بلانكيت ويفينج still popular in many homes. السؤال السادس يقول، هل خياطة البطانيات او يعني الاشياء المنزلية، الخياطة نسج واحد ينسج، يعني يسمونه احنا تدريز او يعني خياطة، كل منو يسمي اسم خاص بي. يقول هل هي popular يعني معروفة مشهورة؟ اي نعم موجودة، ماكو بيت بالعالم، اذا مو بالعراق اذا بالعالم، اذا ماكو احد بيخيط. ما شاء الله العراقيات يموتن على الخياطة.
كنسوان بالبيت تخيط اكبر بيت احلى قاط بالدنيا، احلى فستان تخيط ما شاء الله عليه. زين، سؤال اخر عندنا، السؤال يقول لك الخياطين او الخياطات شو يستخدمون بالخياطه مالتهم اذا يردون يخيطون بيت او كذا، عفوا من يخيطون بالبيت يعني مثلا ثياب والى اخره، يستخدمون طبعا الحرير والصوف والى اخره. هذا جواب يمكن تحفظ. رقم 8 يقول لك هل نحتاج الى الصبر بالنسج، بالنسج عند الخياطه مثلا؟ اكيد يس، ما يصير نقول له نو، نقول له يس. طيب عندنا تمرين ثاني هنا 5 نقاط منطيك شرح ويريد الهواية. يعني مثلا الجملة الأولى قايل لك small piece of glass، يعني قطع صغيرة من المواد وإلى آخره، أكيد هي جمع المجوهرات. أنا راح أعطيكم مفتاح من نشوف create things، يعني يصنع أشياء، مفتاح الحل jewelry making، يعني صانع مجوهرات. create thing يصنع الاشياء، هو صاحب المجوهرات، صائغ المجوهرات. زين، رقم 2 من قال لك I sit by the river، يعني اجلس، sit down يجلس، اجلس بالقرب من النهر. هذا fishing الصيد، هذا هو الفيشينج الصيد. مفتاح الحل يجلس بالقرب من النهر. 3 colorful يعني الوان، يعني شلون لون، يعني مثلا الوان color لون. من نشوف كلمة colorful يعني الوان، هذا من هو؟ ابو الخياطة، يجيب قطعة قماش بيضة وحمراء وينسق بالالوان ويسوي، تسوي فستان مثلا او نسج بطانيات او مخدات، المهم هو خياطة يعني. رقم 4 من نشوف get wet، get wet يعني يصير رطب، يعني شلون مبلل، يصير مبلل، get wet مبلل. الجواب هو swimming سباح، الجواب هو swimming السباح. طلابنا الاعزاء، امتحانكم ان شاء الله باكر بالدرس القادم، هذا اللي اخذناه، هذين الاسئله 5 و6 و7 و8 وهاي الاسئله، لان كل البسيطات يعني مو صعبات، اقعد اقراهن زين، ترى ما ضل وقت على الامتحانات، اقعد اقرا زين، اللي عنده دور ثاني ما ضل وقت راح يمتحن، واللي عنده سنه جديده راح يبدا الدوام. فهذني اخذ لهم سكرين هسه، خاف ما تلحق بعدين، اخذ لهم سكرين ابني هسه، اخذ لهم سكرين هسه، هاي ذني، ها يلا اخذوا لهم سكرين كلكم، اخذوا لهم صوره للشاشه، يلا يلا اخذوهم واكتبوهم يمكم وقروهم، لا احد يقول لي ما عندي بعدين ما ادري شنو، يلا اخذتوا لهم؟ جاوبونا بالتعليقات اخذتوهم ولا لا؟
اخذوا سكرين لهذولا واقعدوا اقروهن يلا. اقعدوا اقروهن ذني باكر امتحان بهذولني اللي اخذناهن اليوم، بس هذني قلت لكم عليهن.